التنبيه على أكثر من نقطة بالنسبة للقاء الغد. في حال التعادل الفيصلي أو خسر فإنه الوحدات لا يضل اللقاء للآخران. هنا بعد هذه المحاولة هنا لشباب العقبة ضرب الجزاء لشباب هذه العادة فوكس هنا بالتقدم والعرضية ومحمد الباشا ثابتة مباشرة الحائط يتحرك ومالك أبو جودة يؤكد على ثبات حائط الصد مباشرة أعتقد باتجاه مرمى الشطناوي فوكس يبدو هو من سيسدد والشطناوي ترتد وجول في اللقطة الماضية وهذه لقطة فوكس صدها الشطناوي ولكن التدخل والمتابعة كانت من أبو نجيلة